شكرا لكم، شكرا للعوائل الكريمه، شكرا للسواعد التي ما فتئت تدافع عن هذا البلد. أرام الله تعالى فيكم كل عزة وكل كرامة، وحفظ الله المرجع آية الذهب عمر المرجع بن العام حسن سستان، وحفظ الله بلدنا وحفظكم العوائل من كل سوء. شكرا لكم يا سيدنا، وشكرا لكم يا شيخنا، وشكرا للأخوة أبناء المقاتلين، وفقكم الله تعالى بكل خير. شكرا لكم.